نظمت الأمانة العامة التابعة لمجلس النواب دورة تدريبية تستمر لمدة أسبوعين لعدد من أعضاء مجلس النواب الجدد بهدف تعزيز الثقافة السياسية لديهم وتعريفهم بمتنوع الأدوات التشريعية والبرلمانية وطرق استخدامها بشكل سليم وبالوقت المناسب بشكل الذي يتفق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية في مجلس النواب. بعدما حصدوا أعلى الأصوات الانتخابية التي ضمنت لهم الوجود في المجلس النيابي بحلته الخامسة، وبعدما خلصت نتائج الحسم الانتخابي النهائية إلى تحديد هوية من سيمثلون الشعب ليصبحوا أعضاء فاعلين في السلطة التشريعية، بات لزاما بحجم المهمة التي سيتولون تأديتها على الوجه الأكمل والمتمثلة بتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية طموحاتهم التي يرتجونها، أن يعلم لديهم كيفية الإلمام بمتنوع الأدوات التشريعية والبرلمانية وطريقة استخدامها بالشكل السليم واختيار الوقت المناسب للاستعانة بها أو الإحجام عنها، إذ من الواجب أن يكون النائب ملما بأحكام الدستور واللائحة الداخلية في البرلمان ومدركا في الوقت ذاته ما له وما عليه من حقوق وواجبات. بدينا ان شاء الله من اليوم راح يستمر هالبرنامج لمدة تقريبا اسبوعين، وهي الخطة موزعة على 4 سنوات طبعا مش بس الاسبوعين، ولكن بنكثف العمل خلال هالايام لتعريفهم على اعمالهم وعلى الصلاحيات الممنوحة لهم في المجلس النيابي. استعرضت فيها احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكيف وما هي اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، وكذلك كيف يمارس أداء النواب التشريعي المشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والمراسيم، وكذلك الاختصاصات الرقابية من الأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق البرلمانية. دورات تدريبية مكثفة يراد منها تعزيز الثقافة السياسية لأعضاء مجلس النواب الجدد وتعريفهم بطبيعة العلاقة الوثيقة التي تجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية وإحاطتهم بأصول العمل البرلماني من جميع جوانبه وأحكامه، الأمر الذي سينتج عنه عمل برلماني مبني على أسس صحيحة من أحكام الدستور والقانون. أهمية هذه الدورة إن هي تثقف النائب، خصوصا احنا تونا داخلين في قبة مجلس البرلمان. هذه الدورة لها أهمية خاصة، خصوصا ان هي قاعد توضح لنا كل الأمور اللي موجودة داخل مجلس النواب وطريقتها وشلون طريقة أدائها. فيها من المواضيع الكثيرة خصوصا القانونية التي نريد أن نفهمها على أساس نستطيع أن نلم بجميع الجوانب. هناك العديد من الدورات اللي قيمت للنواب الجدد للتعريف بالعمل البرلماني، بالإضافة للتعريف بالإدارات اللي ممكن تخدمها في العمل البرلماني، وهذا شيء جميل من الأمانة العامة. كنواب جدد نتلمس أنه في حاجة ماسة إلى التعرف على أساس طريقة عمل المجلس وآلية العمل وكذلك اللائحة الداخلية. أعتقد أنها مهمة الاطلاع عليها بل قراءتها بتمعن وبجدية لكي نبتدئ عملنا بصورة واضحة وصحيحة. عملية تدريبية أوعزت لنفسها الكشف عن أساسيات مزاولة الوظيفة التشريعية وتبيان تلك الضوابط التي تستقر في سماء مجالها، إذ من الواجب أن يعي المنخرطون في العمل التشريعي الدور المحوري الذي يناط بهم إتمامه والمتمحور حول تحقيق المصلحة العامة للمملكة بالأولوية الأولى. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.